طيب جماعة الخير، جاني سؤال أيضا مكتوب هنا، أنه إيش المقصود ببيور صافي؟ المقصود ببيور صافي أنه دهن طبيعي 100%. طيب كيف وأنا رايح أشتري، هل أسأل أنه الدهن هذا معتق؟ هل أسأل أقول له أنه مثلا ثقيل خفيف؟ لا، أهم سؤال على الإطلاق أنه أقول له هذا الدهن بيور، هذا الدهن طبيعي 100%. هذا أهم سؤال بالنسبة لي، والأهم من ذلك إنه رائحته تناسبني، ما راح أشتري عطر عشان إنه بيور أو عشان إنه شيء، وفي النهاية الرائحة ما تناسبني، لابد الرائحة تناسبني. سلامتكم.